بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا واكفهم السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. اللهم اختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمه السعاده اجمعين، وبارك لنا في انفسنا وفي ديننا وفي دنيانا وفي ذرياتنا واهلينا وفي آبائنا وأمهاتنا وفي مشايخنا وفي آل بيت نبينا وفي علمائنا وذرياتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي في شرح ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين، آمين. بدأنا في المجلس الماضي كتاب الأقضية والشهادات، ووقفنا على قوله: ويجتنب القاضي القضاء أن يكره له ذلك في 10 مواضع، وفي بعض النسخ أحوال. يعني القاضي الذي يقضي بين المسلمين المتخاصمين عليه أن يكون عند قضائه في اعتدال مزاج، لا يكون غضبان ولا يكون جعان ولا يكون عطشان ولا يكون إيه يعني يشتد عليه النعاس أو شيء من هذا، فلا بد أن يكون في حالة اعتدال مزاج تماما. علشان كده احنا في الفقه الإسلامي عند الشافعية وكذا المالكية والأحناف في وجه عندهم والحنابلة أن المرأة لا تتولى القضاء. لماذا؟ لأن تعرضها للدورة الشهرية وللحمل والنفاس والرضاعة والتقلبات المزاجية المصحوبة بهذا كله تجعلها غير معتدلة المزاج في معظم أحوال عمرها، حتى لما تيجي تنقطع الدورة يجي لها أعراض انقطاع الدورة والتقلبات المزاجية بسبب برضه تغير الهرمونات، وبالتالي رحمة بها وشفقة عليها ينصحها الفقهاء ألا تتولى منصب القضاء، رعاية لها وليس حظرا عليها، ده رحمة بها. لماذا؟ لأن القاضي لابد أن يكون معتدل المزاج حتى يقضي بالعدل، لأن الرسول يقول أن من بين كل 3 قضاة 2 في الجنة في النار 1 في الجنة، 2 في النار 1 في الجنة. وصديقي قاضي بيقول لي دول كنت بتوع زمان، بتوع دلوقتي 1 من 100 في الجنة و99 في النار. قاضي صديقي بيقول لي كده من شدة الفساد اللي دخل في هذه المسألة. وبالتالي مهنة القضاء مهنة خطيرة في الدنيا وخطيرة في الآخرة، فمن أجل ذلك ننصح المرأة لا تتولى منصب القضاء، لا لعلة في عقلها، لا هي كاملة العقل، لكن لعلة في مزاجها بسبب طبيعتها تتعرض للحمل والولادة والرضاعة ومراعاة البيت تبقى مشغولة ويجي لها اضطرابات، فده يجعلها في معظم الشهر مش عارفة تتولى المنصب كويس. عشان كده يجتنب القاضي القضاء أن يكره له في 10 مواضع، في بعض النسخ أحوال عند الغضب وفي بعض النسخ في الغضب. قال بعضهم: وإذا أخرجه الغضب عن حالة الاستقامة حرم عليه القضاء حينئذ. يبقى ممكن يكون غضبان بس غضب مش لدرجة إن هو يعني إيه يخرجه عن حد الاستقامة، لكن لو هيخرجه عن حد الاستقامة يبقى في الحالة دي يحرم عليه، يبقى في حال الغضب مطلقا يكره، ولو اشتد الغضب يحرم إنه يقضي في مثل هذه الحالة. وأنا رأيي كمان بصفتي طبيب إن الطبيب برضه لا يتعرض للكشف وفحص المرضى وهو في حالة الغضب، لأنه برضه حقيقي قد لا يتقن مهنته، ف
فلا يتقن النصح للمرضى. وإذا كان جراح ما ينفعش يعمل عملية وهو برضه غضبان، هيتناول الأنسجة بطريقة فيها عنف وممكن يجرح المريض ويعوره. وبالتالي حتى الطبيب برضه في مهنته يعني ينصح له إن هو لا يتعامل في مهنته. وكل إنسان مهنته حساسة وقراراته فيها حاسمة، زي قائد حرب ما ينفعش في وقت القيادة يكون عنده نوع من الغضب يخرجه عن الحكمة وتقدير الموقف، وإلا ممكن يدي أوامر يعني تكون سبب دمار بلاد. ده شفت هتلر كان يغلب عليه الغضب، وشوف انت عمل ويلات قد ايه في الحرب العالمية التانية. موسوليني كان يغلب عليه الغضب، اما تتفرج عليهم في الخطب بتاعتهم العادية كانوا يخطبوا حتى بغضب. وادي خدوا قرارات انبنى عليها ايه 90 مليون ميت قتيل، 60 مليون، وقدهم جرح وهدموا بلاد العالم. ليه؟ لانه خدوا قرارات في وقت الغضب. عبد الناصر رحمه الله كان برضو يغلب عليه الغضب في قراراته التسرع، وانبان ان في بعض القرارات اللي خدها ما كانتش لمصلحه بلده، برغم ان هو كان حريص على مصلحه بلده، الا انه اخذ قرارات في وقت الغضب برضه. ردود فعل ما تنفعش، تنفعش الانسان في اي منصب من المناصب يكون قراراته مبنيه على ردود الفعل. لا، لابد ان يكون عنده حكمه ويستوعب الموقف ويهدأ وبعدين ياخد قرار في حال هدوء نفس. عشان كده القاضي يحرم عليه ان كان في غضب شديد انه يقضي. طب في غضب بسيط مقدمات الغضب يكره بأن يقضي الحاله دي لو كان في المقدمات. الحاله الثانيه الجوع. المصريين يقول لك الجوع كافر، يعني عنده جوع شديد، هتقول له اقضي في القضيه ازاي وهو جعان؟ هات له ياكل الاول. اذا كان النبي قال لنا حتى لو حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، يعني قدم اكلك حتى قبل الصلاه عشان ما تنشغلش. وبالتالي في حاله الجوع الشديد والشبع المفرط برضه، لان الشبع المفرط يبقى ايه مخه خامل، الواحد لما يشبع قوي يكبس عليه النوم فيكون عنده خمول في ذهنه، وبالتالي ما ينفعش يقضي وهو جائع جوع شديد او شبع شبعان مفرط في الشبع. والعطش الشديد برضه وشدة الشهوة، وكذلك الحزن. جاله خبر ابنه مات وقاعد يعيط ويبكي وحزين، وبعدين عنده جلسة قضاء ما ياخدهاش، ما يخشهاش بقى، يدخل واحد زميل، لأنه هيقضي ازاي وهو في شدة الحزن. وكذلك الفرح المفرط، هيعينوه يبقى رئيس وزارة فبقى مزقطط بقى وكده، ما ينفعش يخش بقى الجلسة وهو برضه فرحان، لأن الفرح يؤدي إلى التسرع والحزن يؤدي إلى إيه؟ عدم ضبط الحكمة في الأمور، لأن يغلب عليه الاكتئاب فممكن يحكم حكم قاسي بسبب الحزن والغضب. وبالتالي الحزن الشديد والفرح المفرط، وكذلك عند المرض، هو مريض وتعبان وعنده آلام وأوجاع في جسمه، ازاي يقعد يقضي بين الناس وهو عنده هذه الاوجاع؟ ما ينفعش. وعند المرض، المرض المؤلم مش اي مرض، افرض عنده سكر وظبطه وياخد علاجه مفيش مشكله، عنده ضغط وياخد علاج الضغط وضغط يقضي. لكن احنا بنتكلم واحد عنده الام مزمنه، الام مزمنه مستمره معاه، فده ما ينفعش يقضي وهو متالم كده. وكذلك مدافعه الاخبثين، يعني ايه؟ يعني محتاج يدخل دوره الميه ضروري ليقضي حاجته، ما ينفعش يقضي وهو محصور في البول او حاقد او حاقن او حازق. وعند النعاس برضه كابس عليه النوم لدرجه ان الالم بيقع من ايده من كثر ما بيفكر، ما ينفعش يقضي وهو في الحاله دي. وكذلك عند شده الحر والبرد، يبقى لازم مجلس القضاء يبقى مكيف ومكان هادئ ومكان حلو، بحيث انه يبقى قاعد في جو معتدل، مش قاعد تحت الشمس ضربه في نافوخه او المطر نازل عليه ونقول له اقضي يقضي ايه، فلازم يبقى ايه في جو معتدل. والضابط الجامع لهذه العشره وغيرها انه يكره للقاضي القضاء في كل حال يسوء خلقه،
وإذا حكم في حال مما تقدم، طب افرض حكم وكان في الأحوال السابقة نفذ حكمه احتراما للقضاء، ده كان هيبقى مسؤوليته أمام الله بقى، لكن ينفذ حكمه وإيه وبعد كده يبقى مسؤوليته أمام الله، نفذ حكمه مع الكرم ولا يسأل وجوبا، أي إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي لا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة، يعني بعد كمال فراغ المدعي من الدعوة الصحيحة. يعني الوقت واحد بيدعي على إنسان مسألة، لازم القاضي يسمع المدعي أولا سماع كامل، وبعد كده بقى يسمع المدعي الخصم الآخر، لكن ما ينفعش يسمع نص الدعوة ويبتدي يناقش الإيه الخصم الآخر، يبقى لازم إيه المدعى الدعوة يسمعها كاملة غير ناقصة عشان يتكون عنده حكم للمسألة واضح، يبقى ساعتها أما يستجوب الآخر يستجوب من جميع الجوانب. ولا يسأل وجوبا، أي إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي لا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال، أي بعد فراغ المدعي من الدعوة الصحيحة، وحينئذ يقول القاضي للمدعى عليه اخرج من دعواه. يعني واحد بيقول للقاضي إن فلان ده وفلان التاني ده حاضر أخذ مالي مثلا بدليل انه كذا وكان عندي اوراق كذا ومضى وجاء وعد السداد لم يسدد، ويبين له كل الاوراق وكل المستندات، يقوم التاني بعد ما يخلص بقى عليه يقوم يواجه التاني يقول له ايه رد عليه، رد عن نفسك، دافع عن نفسك، افرض سكت سكوته اقرار، اذا سكت كانه اقر وموافق على ما ادعي عليه، واضح؟ وحينئذ يقول القاضي للمدعى عليه اخرج من دعواه، يعني دافع عن نفسك، فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه، لو أقر خلاص ما ينفعش يقر النهاردة وبعد يومين يعمل ايه اعتراض، طب انت أقرت لي النهاردة، فهمت؟ وإن أنكر ما ادعى به عليه، طب انكر بقى المدعي عليه قال له لا اللي بيقوله ده كلام باطل، يقوم القاضي يطلب منه بينه، هات لي بينه على ان كلامه باطل، والبينه دي تكون ايه تملي شهود او يمين، يعني البينه يا اما يمين يقسم يا اما شهود، يبقى البينه، يبقى احنا عندنا بتثبت الادله بالاقرار أو البينة، والبينة يمين وشهود، أدي وسائل إيه؟ ثبوت الحقوق، فهمت إزاي؟ إما إقرار يعني يعترف إن هو ملزم بهذا، دي الإقرار، والإقرار سيد الأدلة، يقولوا عليه كده للناس القانونيين، الإقرار سيد الأدلة، لأنه لو أقر مش محتاجين نحلفه ولا محتاجين شهود خلاص، طالما في كامل عقله، طالما في كامل عقله، طب ما أقرش وأنكر، يبقى في الحالة دي المنكر إيه عليه إيه البينة، يبقى البينة على المدعي واليمين على من أنكر، مش النبي قايل كده صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإن أنكر ما ادعى به عليه فللقاضي أن يقول للمدعي ألك بينة أو شاهد مع يمينك، إحنا عارفين إن الشهود أقل حاجة اتنين، ما لم تكن بعض القضايا يشترط في الشهود العدد زي قضايا الزنا والأعراض لازم يبقوا أربعة ويبقوا ذكور، لكن معظم القضايا التانية يكفي الشهود يبقوا اتنين بس ذكور أو رجل وامرأتان في القضايا المالية، لأن ما فيش امرأة تشهد في القضايا الجنائية، لأن القضايا الجنائية اللي فيها قتل وكده المرأة مش هتعرف تشهد حاجة، ده هي أول ما هتشوف واحد داخل بسلاح تقول يا دهوتي وتغطي عينيها وتجري، هتشوف إيه؟ بتخاف طبيعة المرأة، هتخاف، ده المرأة بتاعت زمان
المهارة بتاعت اليومين دول بقت، ده بيشتغل قائد في جيش دلوقتي، يعني بقت طبيعة المرأة غيروها. لكن على أي حال في الشرع الشريف ساعتها افرض أنا عندي شاهد واحد، يبقى يجيب الشاهد الواحد ويحلف إيه؟ يبقى الحلف اليمين مكان شاهد، اليمين يحل محل شاهد. فهمت إزاي؟ شاهد ويمين أو شاهدي عدل، يبقى شاهد ويمين أو شاهدي عدل. فللقاضي أن يقول للمدعي ألك بينة أو شاهد مع يمينك، إن كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين. في الحقوق المالية بتثبت بالشاهد واليمين. ولا يحلفه، وفي بعض النسخ ولا يستحلفه، أي لا يحلف القاضي، لا يحلف القاضي المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي من القاضي أن يحلف المدعى عليه. ولا يلقن القاضي خصما حجة، يعني القاضي عليه إن هو لا يلقن أي واحد من الخصوم حجة قانونية يدافع بيها عن نفسه، يسيبه يتكلم بسجيته، ما يلقنوش حاجة. واضح؟ ولا يلقن القاضي خصما حجة، أي لا يقول لكل من الخصمين قل كذا وكذا. أما استفسار الخصم فجائز، ممكن يستفسر، ده جائز. كأن يدعي شخص قتلا على شخص فيقول القاضي للمدعي قتله عمدا أو خطأ، ولا يفهمه كلاما، أي لا يعلمه كيف يدعي. وهذه المسألة ساقطة في بعض نسخ المتن. ولا يتعنت بالشهداء، وفي بعض النسخ ولا يتعنت شاهدا، كأن يقول القاضي له كيف تحملت ولعلك ما شهدت، ما يقولوش كده. ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبت عدالته، كمان لازم إيه الشهود يبقوا عدول. ولا يقبل الشهادة إلا ممن، أي من شخص، أي شخص ثبتت عدالته. فإن عرف القاضي عدالة الشاهد عمل بشهادته، أو عرف فسقه رد شهادته، فإن لم يعرف عدالته ولا فسقه طلب منه التزكية، يدور على حد يكون عدل عند القاضي يزكي هذا الشاهد. ولا يكفي في التزكية قول المدعى عليه إن الذي شهد علي عدل، بل لا بد من إحضار من يشهد عند القاضي بعدالته فيقول أشهد أنه عدل. ويعتبر في المزكي، في المزكي شروط الشاهد في العدل، يعني اللي هيزكي واحد لابد ان يبقى هو نفسه عدل. ويعتبر في المزكي شروط الشاهد من العدل وعدم العداوة وغير ذلك. ويشترط مع هذا معرفته بأسباب الجرح والتعديل، وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار أو معاملة. خبرة باطن يعني خبرة عشرة، يعني عاشره مدة، جاره بقاله 20 سنة، فلما يجي يعني يعدله يبقى عارفه بقاله 20 سنة جار، فعارفه كويس. أو عمله مثلا في مال، أو عمله في شركة أو شيء من ذلك. ولا يقبل القاضي شهادة عدو على عدوه، لابد ان ما يبقاش فيه عداوة بين الشاهد وايه واللي بيشهد عليه، وإلا ممكن يجور في الشهادة. والمراد بعدو الشخص من يبغضه. ولا يقبل القاضي شهادة والد وإن على لولده، لأن تملي برضه أما تشهد لولدك لابد هتبقى حنين، فما ينفعش. والوالد وإن على، يعني الأب والجد وجد الجد، الأب وإن على ما يشهدوش على فرعون. ولا يقبل القاضي شهادة والد وإن على، على يعني يبقى الجد، لولده، في بعض النسخ لمولوده، أي وإن سفل يعني حفيده كمان. ولا شهادة ولد لوالده برضه، لأن الولد برضه إيه هيميل لوالده بطبعه وفطرته. وإن على ولد لوالده وإن على، يبقى الولد ما يشهدش لأبيه المباشر ولا لجده ولا جد جده ولا أبو جده. أما الشهادة عليهما فتقبل،
أما الشهادة عليهما فتقبل. يعني لو شهد عليهم تقبل، لكن لو شهد ليهم لمصلحتهم لا تقبل. يعني لو شهد عليهم يعني أدانهم يقبلوا، لأن الإدانة على خلاف الفطرة، أنا أدين أبويا إلا إذا كان بقى مدان فعلا، فهمت؟ لكن لو أشهد لأبي فشهادتي مجروحة، لأن لابد أن الإنسان يكون ميال لأبيه أن يدافع عنه، فهمت بقى المسألة؟ ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان على القاضي الكاتب بما فيه. يعني إيه؟ كان زمان القاضي ساعات يملي الحكم على كاتب، والكاتب ده يبلغ قاضي آخر، فلابد ان الكاتب اللي هيكتب ده ويبلغ لابد يبقى امين، والا يدعي ان القاضي ملاه حاجه غير اللي ملاها له، فاهم؟ ولا يقبل كتاب قاض الى قاض اخر في الاحكام الا بعد شهاده شاهدين يشهدان على القاضي الكاتب بما فيه، ان الكتابه المكتوبه دي هو ده خط القاضي فعلا، وانه كتبها فعلا، مش حد كتبها وسرق منه الختم وختم، فهمت؟ ما ينفعش. أي الكتاب عند المكتوب إليه. وأشار المصنف بذلك أنه إذا ادعى شخص على شخص غائب بمال وثبت المال عليه، فإن كان له مال حاضر قضاه القاضي منه، وإن لم يكن له مال حاضر وسأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه لذلك. وفسر الأصحاب إنهاء الحال بأن يشهد القاضي بلد الحاضر عدلين بما ثبت عنده من الحكم على الغائب، يعني ينقلها دايرة تانية، يعني ممكن ينقل القضية لدايرة تانية علشان إيه؟ أحد الخصمين غائب في هذه الدائرة وحاضر في دايرة تانية، بس في الحالة دي لابد يبقى النقل مثبت بوقائع رسمية واضحة غير قابلة إيه؟ للشك. وصفة الكتاب يكتب إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حضر عندنا عافاني الله وإياك فلان، وادعى على فلان الغائب المقيم في بلدك بالشيء الفلاني. ده قاضي بيكلم قاضي من دايرة لدايرة، فاهم؟ وادعى على فلان الغائب المقيم في بلدك بالشيء الفلاني، وأقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان، وقد عدل عندي وحلفت المدعي وحكمت له بالمال وأشهدت بالكتاب فلانا وفلانا، ويشترط في شهود الكتاب والحكم ظهور عدالتهم عند القاضي المكتوب إليه، ولا تثبت عدالتهم عنده بتعديل القاضي الكاتب إياهم. طبعا الوقت بقى عن طريق التسجيلات القضائية، فبقاش في بقى حد بينقل المكتوبات دي خلاص، يعني في الزمن بتاعنا مش محتاجين القصص دي، لكن كان زمان ما فيش طبعا فاكسات ولا في نت ولا في اتصال حتى تليفوني، فكان لابد ان تتنقل المكتوبات دي كلها، فممكن يحصل خلل في اثناء النقل فكانوا بيحتاطوا. دلوقتي في زماننا ما بقتش الحكايه دي محتاجينها القضاء قوي. والله تعالى اعلى واعلم.